لكل حد حدث حديث. يوم نفرحوا وبعد ندخلوا في اجواء الكاس اللي عنده تحضير خاص. ان شاء الله ربي يوفقنا. الشعب هذا يستاهل كل خير. واش تقول له هذا الشعب؟ ويتكلم وحده الجمهور، تشوفوا شعب يحب الفريق تاعو حتى النخاع، الشعب اللي ما بخلش علينا طيلة الموسم، موسم كان شاق، هو ما تعبش. نذكركم بلقاء شلف وين كنا خاسرين 3-1 واللاعبين خارجين، والشعب هذا كان يعطاهم الدعم، وشفتوا النتيجة في الشوط الثاني. هو كان اللاعب رقم 12 و13 و14 و15، اليوم شفتوه ما يتعب ويساند الفريق تاعو داخل الملعب وخارج الملعب. حقيقة شابو لهذا الشعب، برافو برافو برافو. هذا هي الروح تاع فريق مولودية الجزائر، وهذه اللي اعطانا القوة باش نكملوا. مررنا بأمور صعبة وبأوقات صعبة، لكن الحمد لله بعد العسر يسر.